شكرا لكل القائمين، شكرا لكل الحضور، شكرا لكل المكرمين. ونترك المكان للسيد الاستاذ مصطفى والدكتور صفي الدكتور سوسن والمنصه لتكريم هذه النماذج. ولعلنا نكرم اولا رجلا قدم الكثير في هذا المكان وكان يكرم الكثيرين، ودعونا الان لنبدا بتكريم الدكتور صفي الدين احمد صالح مدير الجامعه. صابر محمد علي سلام.
السلام عليكم.